صباح الخير عليكم ولمس الخير عليكم جميع مشاهدي ومحبي ومتتبعي قناة كليب باكتز أينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا العدد الجديد اللي راح نتطرق فيه إلى موضوع مهم جدا ألا وهو الهجرة إلى كندا. كيفاش نهاجر إلى كندا؟ كيف نقوم بتقديم طلب للهجرة إلى كندا؟ ما تنسوش مجتمعينا الأعزاء الاشتراك أو سبسكرايب أبوني في قناتكم كليب باكتز لمزيد من الفيديوهات. إذن أول خطوة مشاهدينا الأعزاء هي الذهاب إلى موقع جوجل، كما تشاهدون ذهب إلى موقع جوجل ثم كتابة هنا هذه الجملة مشاهدينا الأعزاء كندا immigration، هكذا نكتب كندا immigration ثم نضغط على الموقع الأول immigration and citizenship. لازم تفهموا مشاهدينا الأعزاء أنكم تقدروا تديروا هذا الأمر باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، ولكن نحثكم على تعلم اللغة الإنجليزية لأنها لغة مهمة ومهمة جدا. كما راكم تشوفوا هذا هو الموقع الرسمي، الموقع الرسمي للهجرة إلى كندا. مشينا الأعزاء كاين بعض المناطق في الجزائر وين لازم يعني تخلصوا حتى 30 مليون، يعني 30 مليون باش يعني يديروا لكم هذا الخطوات اللي نتوما تقدروا ديروها وحدكم وما لكم غير في الأخير تخلصوا لي فري تاع الفيزا وربما بعض تخلصوا بعض الأمور الأخرى اللي سوف نكتشفوها مع بعض. اذا اول خطوه مشاهدينا الاعزاء هي نكليكيو هنا علاش انا رايحين كندا، فيزيت ايميغريت ورك ستادي، يعني هنا عمل دراسه هجره او زياره. احنا نضغط هنا على ايميغريت ومن بعد كنكليكيو هنا فايند اوت اف يو كان ابلاي، يعني هنا سيدتي سادتي حيعطينا مجموعه من الاسئله، احنا كي نجاوب على هذه الاسئله راح يقول لنا اذا احنا نقدروا نهاجروا لكندا او لا، اذا احنا مؤهلين باش نتحصلوا على بطاقه الاقامه الكنديه ام لا. كما راكم تشوفون كليكيو هنا تشيك يور ابيليتي، يعني نشوف اذا احنا اوني كابابل باش نروح لكندا ولا غير مؤهلين باش نروح لكندا. مشينا اعزاء اول سؤال قال لك what would you like to do in Canada، واش راك حاب دير في كندا. هنا مثلا تقدر ندير ندرس زياره يعني توريست او موف ذير، يعني نروح نسكن فما ورك ترانزيت، يعني حنوريكم واحد الثغره مشاهدينا الاعزاء كيف باش حتى ما تجوزوش تيست تاع اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه اللي سوا على ما اظن 3900، نعم 3900، يعني هنا ندير ورك نبحث عن عمل. How long are you planning to stay in Canada؟ شحال راك حاب تريح في كندا؟ أقل من 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر permanently، يعني إلى دائما بور دو بون. حنا ندير temporarily more than 6 months. أوكي لو كان ندير permanently مشاهدينا الأعزاء راح يطلب منا نتائج تاع الامتحان تاع اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية اللي هو آيلتس توفل أو اللغة الفرنسية تي سي إف. الى عندكم نتوما تيست ديروا بيرمننت ليل، ولا ما عندكمش تيست ديروا مور ذان 6 مانث. وعلى كل حال كي ديروا مور ذان 6 مانث هذه البطاقه المؤقته تقدروا ترونوفليوها دائما في كندا. حنا ندير تمبرالي مور ذان 6 مانث. ما تقلق واش هو البلد اللي دار الباسبور تاعك، حنا نروح لدي زاد الجزائر بالنسبه لانه حنا من الجزائر، بالنسبه للاخوه العرب يقدروا يديروا اي بلد اخر. ثم قال لك وات از يور كرنت كانتري تيريتوري اوف ريزيدنس، يعني وين راك تسكن، يعني بطاقه الاقامه الحاليه تاعك وين جاي، هل جاي في الجزائر هل جاي في فرنسا او دولة اخرى. احنا ندير الجزائر طبعا. ثم قال لك do you have a family member، هل عندك مواطن تعرفوا عائلة يسكن في كندا هو مواطن كندي او لديه بطاقة الاقامة الدائمة وعنده اكثر من 18 سنة. احنا نديرو no. ثم قال لك what's your birthday، مثلا ندير 99 فبراير، ندير هكذا مشينا الزأس. ثم next قال لك هل عندك بطاقة جرين كارد تاع الامريكان، ندير نو. ثم next ثم قال لك هل عندك do you have a written offer from an employee in Canada، هل عندك يعني عرض عمل من كندا، هل عندك عرض عمل من كندا. كما راكم تشوفوا هنا كي نكليكي يقول لك your job offer must be a Canadian employee، الى عندكم يعني written offer عندكم ان اوفر دومبلوا من مواطن كندي يعني راح يسهل لكم اكثر. ولكن احنا راح نديروا نوريكم طريقه كي ما يكونش عندكم، كي ما يكونش عندكم سيدتي عندما لا يكون عندكم يعني عرض عمل من كندا. لذلك كما راكم تشوفوا راح نديروا نو. ثم next
هنا سيدتي سادتي كما راكم تشوفوا قال لك find out if you are eligible to apply، يعني اكتشف هل انت مؤهل باش تقدم يعني طلب للهجرة الى كندا. هنا كما راكم تشوفوا السؤال الاول do you plan to work in one of the following categories، يعني هل انت راك تخدم في واحدة من هذه الاعمال، يعني لازم تقراوهم ربما سيدتي سادتي انتم تخدموا في احد هذه الاعمال كما راكم تشوفوا اتلت يعني اتلت ولا كوتش مدرب، يعني aviation accident or accident investigators يعني محقق او مفتش تاع حوادث الطائرات، بزنس فيزيتور، سيفيل افيشن انسبكتور، كليرجي يعني رجال الدين كما راكم تشوفوا، فورين جوفرمنت اوفيسر، فورين ريبريزنتيف، هيلث كير ستودنت يعني ستوديون اللي يقراو في الصحه وغير ذلك. يعني تشوفوا سيدتي سادتي هل انتم تخدموا في احد هذه الاعمال كما راكم تشوفوا جادج مثلا قاضي او ريفريز حكم او سيميلر اوفيشال او ميليتري بيرسونال نيوز ريبورترز يعني اللي يخدموا في الصحافه فيلم اند ميديا كرو. هنا نديرو نو سيدتي سادتي احنا ما نخدموش هذه الاعمال. سؤال ثاني قال لك ويل يو بي كامينغ تو كندا وذ سبوز، قال لك هل راك جاي مع زوجه الكندا، احنا نديرو لا سيدتي سادتي. Are you of a working age and a dependent of a person who is working in Canada، احنا ندير نعم. قالك هل انت انسان عندك يعني العمر تاع العمل وانت انسان مستقل، احنا نديرو نعم احنا عباد مستقلين independent. Have you recently graduated from a participating Canada، قالك هل يعني تخرجت مؤخرا من جامعة كندية، احنا نديرو طبعا لا، ثم نضغط على next. يعني ثم الأسئلة اللي موراها قال لك what is your marital status، يعني الحالة الاجتماعية تاعك كما راكم تشوفوا متزوج مطلق أرمل، أو احنا في الحالة تاعنا نديرو never married single يعني أعزب. what is your province of destination، سيدتي سادتي هنا راهو يقصد شنو هي المقاطعة كما احنا نقول في كندا مثل نقول مقاطعة، في الأمريكان نقول state، في الجزائر نقول ولاية، يعني شنو هي المقاطعة اللي راكم حابين تروحوا ليها مشاهدينا الأعزاء. ولازم تديروا في بالكم بلي مقاطعة كيبك هي المقاطعة الوحيدة اللي يتحدثوا باللغة الفرنسية، في حين أنه عفوا كل المقاطعات الأخرى يتحدثوا باللغة الإنجليزية. ولازم نحثكم أيضا على أنكم تروحوا المقاطعات اللي ما في اللي فيها فرص عمل كبيرة وما فيهاش سكان بزاف، مثل مقاطعة ألبرتا، مقاطعة مانيتوبا، مقاطعة نوفا سكوتيا مشاهدينا الأعزاء. احنا في هذه الحالة مثلا راح نختار اي، على كل حال تقدروا تخيروا كيبك، تقدروا تخيروا بريتيش كولومبيا، تقدروا تخيروهم كاع، ولكن يعني انا قلت لكم وشنو هي المقاطعات اللي فيها فرص عمل اكثر، هكايا فيها فرص عمل اكثر. احنا مثلا ندير مقاطعة البرتا مشاهدينا الأعزاء ثم نضغط على نيكست. كما تشاهدون your results، النتائج قالك based on the information you provided the results below indicate whether you may be eligible to come to Canada، قالك يعني استنادا المعلومات اللي قدمتها راح نشوفوا النتيجة اللي راهي في الأسفل راح تقول إذا أنت مؤهل باش تجي كندا. وكما راكم تشوفوا رانا متأهلين باش نخدموا هذا العمل open work permit outside Canada you may be eligible to work with an open work permit. دوك نفهمكم exactly واش معناتها سيدتي سادتي هذا الأمر ونضغط على كونتينيو. مش معناتها open work permit سيدتي سادتي، قال لك ما تخرجش مازال بعض الأسئلة. open work permit سيدتي سادتي معناتها تخدموا عند روحكم، مثلا مترجم، مثلا باحث علمي، مثلا نجار، حداد، سباق، بلومبي، هذو كامل أعمال تقدر تخدم عند روحك. أنا إنسان أنا حاب نخدم عند روحي، يعني طلع freelancer يعني إنسان يخدم عند روحه، تخلص ليزامبو في كندا ولكن تخدم عند روحك، تخدم عند روحك، هذا هو الورك بيرميت. وهذا مليح للعباد اللي ما عندهمش ديبلوم، يعني ديبلوم جامعي مثلا كمهندس او يعني يو نو وات اي مين، يعني راكم على بالكم شنو حاب نقصد، يعني ديبلوم جامعي. قال لك what type of work permit do you want to apply for، على كل حال كاين كثير من types اللي نقدروا نديروا application فيهم. عندنا par example هنايا work permit through the seasonal agriculture work permit، مثلا هنا اللي يخدموا في الفلاحة، هنا اللي يتبادلوا في الشركات، احنا نديروا هذا يا سيدتي سادتي لاحظوا مليح واش راح نديروا. هنا يديروا هذا اللي مثلا مأهلين من مقاطعة في كندا، هذا راح ندير لكم فيديو عليه المرة القادمة كيفاش نجيب يعني هذا السيرتيفيكا تاع يعني مؤهلين من مقاطعة في كندا، يعني تدوا ريزيدونس ديريكت أيضا مشاهدينا الأعزاء. هنا مثلا باحث علمي
انا انسان يخدم لي جوز فورك يعني او تشاريتابول، يعني في كيفاش احنا نقولوا الاعمال الخيريه والاعمال الدينيه. سيدتي احنا نديرو هذا work permit for an entrepreneur or self-employed person. entrepreneur كما نقولوا في اللغه الفرنسيه او self-employed person، يعني انسان يخدم عند روحه. احنا حين نخدمو عند روحنا مش الاعزاء. ندير ثم next. قال لك are you accompanying a family member that has statue in Canada؟ اسكو راك داي معك انسان اللي عنده يعني statue في كندا، يعني ربما عنده شهادة اقامة وغير ذلك. احنا نديرو نا وروح واحد ناصبتي سادتي. ثم يعني الذهاب لكندا يعني نتهناو من الانترنت الجزائرية، يعني كما راكم تشوفوا ثقيلة. نعم قال لك اسكو دخلت من قبل الحبس وغير ذلك. احنا نديرو ناو يعني لا دخلت الحبس، يعني مش كيتش راك راح دير الذهاب الى كندا، لانه كما راكم تشوفوا A criminal offenses and actions that against the كيما تشوفوا شي مش هذا اني يشرح لكم واش معناتها اكزاكتلي، واش يقصد بكل سؤال. مش الاعزاء حنا هنا نديرو النكست، ماناش داخلين الحبس. وي هاف نوت بين اريستد. هنا قالك هاف يو هاد ان ميديكال اكزام. قالك اسكو درت تيست، يعني تيست طبي. هذا التيست الطبي يعني ديروه في كي تكليكيو هنا مشاهدينا الاعزاء، سيبوا هنا كندا ليست اوف بانل فيزيشن، ثم تخيروا البلاد تاعكم. مثلا الجزائر يقول لكم واش من الطبيب اللي معتمد من طرف السفاره الكندية. طبيب هذا لازم تروحوا ليه مش هنا اعزاء، مور ما يكسبتيو لكم الدوسي تاعكم. كيما في الجرين كارت الامريكان سي لا ميم استوار في الهجرة الى كندا. ولكن الان سيدتي يعني هنا سيدتي ندير لا، ولكن كما قلت لكم يعني لازم هذا التست ميديكال اكزام ديرو ومن بعد مش هنا اعزاء. احنا نديرو نكست. Have you visited or lived in anyone؟ قالك اسكو عشت يعني في بلد متطور، يعني هو يقصد هنا يعني بلدان العالم الاول مثل الاتحاد الاوروبي، استراليا، نيوزيلندا، امريكا، في لستة اشهر متتالية in the last year. هنا نديرو لا سيدتي عشنا في الجزائر. ثم قالك do you want to work in one of the following job؟ اللي قراو ميتين يعني اسهل حاجه يدو فيزا لكندا هما اللي قراو ميديسين مش الاعزاء، واللي قراو باغ اكزومبل باراميديكال وغير ذلك. كما راكم تشوفوا هيلث ساينس وركر، كلينيك لابوراتوري وركر، بيشن اتندن ان نيرسين يعني نيرس كما نقولوا ممرضه، ميديكال ستودنت انسان اللي يقرا ميديسين وقبله في جامعه كنديه، تيتشر of primary or second of primary or secondary school or other teachers of small children، يعني استاذ في الابتدائي او المتوسطه اللي قري الاطفال الصغار، domestic worker انسان يخدم في الدار، someone who gives in home care to children لواحد مربي كما احنا نقولوا، ولا عيبه يربي الاطفال ولا قاعد مالا تاع الكبار. ثم احنا ندير ناو. Do you want to submit an application for a family member؟ هنا بالنسبة لعباد المزوجين يديروا نعم، يعني يدير الزوجة تاعك. في الحالة تاعنا احنا نديروا ناو، ولكن ننصحكم ايضا حتى تكونوا مزوجين ديروا ناو ومن بعد تدوا الزوجة تاعكم. سيدتي قال لك هار يو جيفن، هنا دير دائما ناو، معناتها اسكو كاين انسان واحد اخر راح يشوف البروفيل تاعك هذايا، تدير ناو سيدتي. ثم قال لك ذا في، قال لك كاين هنا دي في لازم تخلصهم. will you be paying your fees or are you exempt؟ تكون exempt يعني غير مؤهل باش تخلص كي ت ت ت يعني ت كيد مثلا لاجئ. هنا نديرو نعم على بالنا بلي لازم نخلصو، ورانا رايحين نخلصو، ما تخافوش نخلصوكم ان شاء الله. قال لك ار يو ايبل، شدوك الاسئله مش اذا قال لك هل انت تقدر دير ديجيتال كوبي اوف يور دوكيمنت وذ سكانر كاميرا؟ قال لك تقدر تصور يعني الوثائق تاعك بالصوره ولا تسكانيهم؟ شدوك الاسئله مش اذا نعم نقدر نصور، يعني ما يخلي عنصر المفاجاه لحتى شيء، يعني كيما راكم تشوفوا كندا. ثم السؤال اللي موراه will you be paying your application fees online؟ هنا قالك اسكو كي تخلص اونلاين. العباد اللي عندهم فيزا كارد، ماستر كارد ولا امريكان اكسبريس يديروا يس، العباد اللي ما عندهم شي يخلصوا في تي ال اس تاع كندا ويديروا ناو. حنا نديروا ناو في هذه الحاله سيدتي. ثم نروح للخطوه اللي موراها. هنا هذه هي قالك ريفيو يور انسر، يعني هنا تشوف بالك ربما غلطتوا في كاش سؤال ولا لا، ثم نضغط على كونتينيو.
هنا مشاهدينا الاعزاء يور دوكيمنت تشيك ليست، يعني هنا لحقنا لاخر خطوه وهاهم الخطوات اللي لازم نديرهم واش لازم علينا كلش ندير. اولا قال لك برنت ذيس بيج، لازم نبريميو هذا الصفحه. رقم اثنين نقراو ابليكيشن جايد، هنا يعني ننصحكم باش تقراوها يعني واش كاين واش ما كاش. هنا فايند اوت وير تو سيند يور ابليكيشن، هنا تكتشف وين تبعث الملفات تاعك ولا الدوسي تاعك، الدوسي تاع الهجره، وكما في الحاله تاع الجزائر نبعثوا الفي اف اس او كندا. دوك نوريكم الموقع بعد لحظات. ثم ستيب 4 يعني gather these documents and complete the application forms، يعني نجيب هذه الملفات. كما راكم تشوفون الملفات هاو الدوسي ابليكيشن، يعني فورميلا نعمروه، ثم هذا الفورميلا واحد اخر نعمروه، نكليكيو برك يخرج لنا الفورميلار. ثم بروف اوف بزنس اوف استابليشمنت ان كندا، سيدتي سادتي هذه، ومن بعد نشرح لكم كيف باش تجيبوا بروف اوف بزنس ان كندا، كيفاش تثبتوا بلي انتم راكم عايزين تخدموا في كندا، ومثلا اللي يخدم مثلا اللي يخدم ربما مثلا حداد هكايا يقول بلي انا رايح كندا مع سيد القنصل كيهضر معاه قال رايح كندا باش نخدم، لاخاطش في كندا كاين فرص عمل وني حاب نطور المهارات تاعي ونديرو شراكه بين الجزائر وكندا، يعني هذا امر ساهل سيدتي سادتي. ثم باسبور طبعا، سي في لازم يكون سي في، يعني سي في وبيان ريزومي، سي في سي يعني المعايير الاوروبيه عفوا، هو ريزومي المعايير الامريكيه والكنديه، ديجيتال فوتو يعني صوره، و بروف ذات يو ميت ذا ريكويرمنت اوف جوب بين اوفد، يعني مثلا عندكم اتيستاسيون يعني ربما ديبلوم تاع حداد، ديبلوم تاع نجار، ديبلوم تاع مترجم، او اي ديبلوم تاع الخدمه اللي راكم راحين تخدموها عند روحكم. لي فري لي فيزا تخلصوهم هما 340 دولار كنديا، وحنا باش نكتشف شحال اسعار الدولار الكندي لدينا الجزائري في البنك ندخلوا لهذا الموقع xe.com. هذا الموقع ما تنساوش سيداتي سادتي، كما راكم تشوفوا دوك يجي الموقع كما راكم تشوفوا او جاي. نعتذر يعني انترنت في الجزائر يعني كما على بالكم بلا ما نقولكم، او جاي الموقع هذا الموقع xe.com. هذا الموقع تبو في اسعار الصرف بالثانيه، يعني الاورو الدينار الدولار الامريكي كامل دراهم تاع العالم كما راكم تشوفوا. احنا نديرو شحال قال لك 340 دولار كندي، نكتب 340 دولار كندي، نكتب هنا كندا مشاهدين الاعزاء كنديان دولار، ونديرو للالجيريان دينار او الاورو صديقو، يعني توما العملة اللي تعملوا بها. كما راكم تشوفوا فيدير 231 يورو مشاهدين الاعزاء، 231 يورو، ما عليكم غير تجيبوا هذا المبلغ باش تخلصوه. ومن بعد قال لك pay your application fees، ومن بعد review your application، submit your application، ودير give biometrics، حط لي برنت تاعك في تاع الفي اف اس كندا مش عايزة، اي فوالا تو سامبلومون هذا هو الدوسي، وهذا واش كاين وهذا واش ما كاش. ما تخلصوا 40 مليون، ما تخلصوا 30 مليون، ما تخلصوا 600 مليون مشاهدينا الاعزاء باش تروحوا لكندا، كل شيء تقدروا ديروه وحدكم، فقط ما عليكم غير تتبعوا هذه الخطوات وتقراوا وتفهموا الاسئله اللي يطرحوها لكم مشاهدينا الاعزاء. نوريكم برك وين تحطوا الدوسي تاع كندا، ندخل لهنا دائما نكتب مثلا فيزا كندا الجيري في اف اس جلوبال كندا الجيري، ها هو الموقع سيدتي سادتي اللي يشدوا فيه رونديفو. على كل حال ما كاينش رونديفو في كندا، تقدروا تروحوا تحطوا ديريكت بريباري فوتي، يشبه تاع الموقع تاع فرنسا، يشبه تاع في اف اس، يشبه اسبانيا ايضا، الدوسي تاع اسبانيا غير ذلك، عفوا ماشي الدوسي، الموقع تاع اسبانيا. بريباري فوتر دوموند فيزا، كومون فير اون دوموند، الى اخره، كل شيء كل معلومات راهم هنايا مشاهدينا الاعزاء. في الاخير نتمنى نكونوا كنا عند حسن ظنكم مشاهدينا الاعزاء، وما تنساوش يعني ديروا سبسكرايب ابوني او يعني اشتراك في قناتكم كلي باكسيز، ما تنساوش تضغطوا على لايك جيم اعجاب للفيديو هذا. كنتم في قناتكم كلي باكسيز، نشكركم على المتابعه والى اللقاء.